عرقتك انت يا حبيبة ماما. ماما مامي ايه؟ ايه ده؟ افرج ناصر يا حبيبي. عمو عمو انا تايهه يا عمو. في ايه يا ماما؟ بالراحه بالراحه. في ايه يا ماما؟ انا تايهه يا عمو. مالك يا حبيبي؟ لا انا تايهه. فين ماما؟ معرفش معرفش. طب فين بابا؟ معرفش. طب بس اهدي بس اهدي اهدي يا حبيبتي. اهدي يا حبيبتي. اهدي يا ماما اهدي. سيب البنطلون سيب البنطلون يا ماما. سيب البنطلون يا ماما هتلهوني. تليفون ماما هكلمها يا حبيبي. سيب البنطلون بس يا ماما. سيب البنطلون بس. طب سيب البنطلون. اهدي هكلمها انا هطلبها اهي. اهدي يا ماما. حاضر. اهدي يا حبيبي انت. اهدي ابوس دماغي اهو. بس اهدي يا ماما. سيب بس البنطلون. ايوه اهدي. الو ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سيبي يا بنتي البنطلون. ايوه ايوه يا فندم. معايا المدام ماما. اسمها ايه؟ امل. معايا المدام امل. ايوه انا مدام امل. انت عرفتي نمره تليفوني منين حضرتك؟ ده حضرتك بنت حضرتك انا لقيتها هنا في مول وتايهه. بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر. هنا في مول في مدينه نصر. بنت حضرتي انا؟ ايوه. تايهه فين؟ في مدينه نصر. انت مش بنتك؟ انت اسمك ايه؟ يارا. مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه اسمها يارا. ايوه يا فندم هي تايهه حضرتك وانا لقيتها. وانت حضرتك في السنتر؟ انا في الجيزه. ايه نوديها؟ ما شفت الرقبه هناك يا فندم. دي حضرتك مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه يارا. يا بنتي سيب البنطلون. اسيب بنطلون ايه؟ يا ست مش انتي. امال ايه؟ لا اله الا الله. مش انتي. مش فاهمه. انا بقول لحضرتك بنتي حضرتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. ايوه بس هي ايه اللي وداها هناك؟ انا مش عرفني ايه اللي فين وداها هناك. لا ما انا لازم افهم. مقصوفه الرقبه دي لو انا جيت هاخدها من شعرها. يا ستي تعالي خديها من شعرها خديها من رجلها. الله يسترها معاكي. خلصي انا بكلمك من تليفوني. انا كارت. مين؟ انا كارت. كارت ايه؟ انا كارت. انت ايه يا ستي؟ بقول لك كارت في ايه؟ بقول لك انا كارت. ما انا مش سامعه. انت ايه بتقول؟ ايه بقول لحضرتك؟ انا كارت. انا كارت بقول لحضرتك بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر. انت متاكده يا بنتي ان دي من تليفون امك؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. بص حضرتك بسيط. طريقتك التربويه دي مش حديثه. تربويه ايه وبتاع ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه وانا لقيتها. ده جزاتي؟ انت عايز ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه بس. ايه ده اللي انا عايزه؟ تيجي تاخدي بنتك؟ ما بحبش الاسلوب التربوي اللي مش حديث. يا ست تحب ايه وما تحبيش ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه. انت ليه الطريقه في التربيه مش عاجباني؟ بنختلف مع بعض. بنختلف مع مين واحنا بكلمك عن بنتي؟ في ايه؟ عارف حضرتك كنت بتكلمني في الاول انا حسيت ان انا بكلم رشدي اباظه. رشدي في ايه يا مدام؟ رشدة باظة ايه وبتاع ايه؟ طب اراهنك ان مكان شعرك اسمر زبيبة نازل على وجهك. شعر ايه وزبيبة ايه؟ انا اقرع. خلصيني بقى. الله يسترها معاكي. انت ايه حضرتك؟ انا اقرع. انت عارف ساعة ده انت بني ادمة باردة باردة. هو في ام كده؟ انا ما شفتش في حياتي ام كده. ده انا بقول لك شبه رشدة باظة. رشدة برضه هتقولي شبه رشدة باظة تاني. وحاسة انك فعلا كمال اجسامه. كمال اجسامه بتاع ايه؟ يا ست انا تخين وفشل. انت تخين وفين؟ تيه وفشل. طريقتك التربوية دي مش عجباني. طريقة ايه وبتاع ايه؟ بتكلمت ايه انت؟ انت في ايه؟ انت تعرف حاجة عن التربية خالص؟ حرام عليك. فين الأمومة؟ فين الأمومة؟ بص بص ايه؟ لا لساني خاطب لسانك. لا إله إلا الله. ولا لسانك يخاطب لساني. وأنا هقفل أهو. تقفل يا ست انت. ايه ده؟ يا بنت انت متأكدة إن دي أمك؟ اه. اه ايه؟ اه بس هي عصبية شوية. عصبية دي مش أم خالص. يا بنت ده ايه ده؟ اكلم ايه تاني؟ ما انا كلمتها حرام عليكم. ده كارت وهيضيع. اكلمها تاني والنبي يا عم. سيب البنطلون. سيب البنطلون بس. يا بنتي سيب البنطلون. الله يسيئك. لا اله الا الله. يا بنتي سيب البنطلون هتوقعيه. الو؟ نعم. يا ست هانم. يا مدام. نعم. يا ست ام يارا. انت تاني؟ انت متاكده يا بنتي ان دي امك؟ ايوه. ايوه ايه؟ مش باين. والله ما هو باين. يا مدام يا رحت فين يا مدام؟ يعني ما اعرفش اريح شويه. تريح ايه ونيلت؟ انت هتنطيني؟ عيب. هي امك مالها يا بنتي؟ في ايه؟ هي امك دي عيب. عيب ايه وبتاع ايه؟ بقول لحضرتك كل بنت. حاجه ليها حدود. اه ده انت هتعديتي كل الحدود. وبعدين طريقتك التربويه دي مش عاجباني. يخرب بيت التربويه والنيله.
يا ست هاني اعملي معروف، انا بقول لحضرتك انا بنتك تعباني وتايهه البنت. طريقه التربويه دي مش عجباني. طريقه اللي تربويه طريقه انت يا حبيبه ماما. ماما مامي ايه؟ ايه ده؟ افرج ناصر يا حبيبي.